هذه القصة حدثت في فترة صعبة مرت بها الجزائر. الله العظيم. عدت في إحدى المرات من التدريبات وصلت إلى البيت ووجدت شخصا أمامك. فكرت فهمت. هذه مرة، هذه في العشرية السوداء، نعود نرجعوها شعب السنة اللور، كنت في الخدمة الوطنية بيان سور، كنت رياضي وكنت محبوب من طرف يعني الحي نتاعي. واحد النهار ندخل للدار، جاء طفل صغير هكذا عيط لي، قال لي وحده وعيط لك برا. انا خرجت لقيته عند الباب، خلاص ما نقول لك حاجه، تشوكيت خفت. خمس معايا ما يدو، خمس معايا. قال لي محمد سمح لي ما تعرفنيش، بصح انا نبغيك، وقال لي ننصحك ما تجيش تدور لهنا. قال لي روح ما تجيش تدور لهنا. وانا في النهار هذاك ما بتش في الدار، مشيت. يعني هذا كان مازال ما عرفتوش، مازال ما عرفتوش شكون. اسمع نصحني وخاف عليا، قال لي ما تجيش تدور لهنا. هذا هو الشيء ذكرني.